كان فيك تشتري نص المحل تقريبا وقتها ب 250 تشتري كيس بطاطا. هلا بالخارجية اللي باخذها أكتر شيء فيني اشتري لوح شوكولاتة ما معروف أي ماركته. أوكي أولا الخارجية ما كتير بناخد بالنسبة لي يعني بناخدها كل فترة بنصمدها بنعملها دولار. إنه على أيام الألف وخمسة كنا نجيب شيء 5000 اشتري منقوشة اشتري كرواسون اشتري اشتريات إنه ما كنا صغار يعني. هلا على السعر الجديد صرت باخذ 12 و 20 25 اشتري فيهم لوح شوكولا عصير كيس بطاطا ما 3 أغراض هيك. الحمد لله. بدك تشتري اللي بدك اياه وتشبع بالمدرسه بدك تجيب معك 200 تقريبا. من قبل كنت جيب برينكلز هيدول هلا صرت بدك اكثر بكثير بدك تجيب. هلا ما في شيء يعني اقل شيء ايتمز بلش عندك 8 او 10000 ليره. كان الولد صغير يفوت لعندك يشتري بياخذ يجيب معه 1000 ليره 2000 ليره يشتري ب 1000 معدل اربع اشياء. بصراحه وقت بلو لك قلبك والولد بفوت وما عارفين شو بدك بكون معه 10000 و8000 بيفتكرها هو لانه بالمصاري صارت معهم كثار بيفتكروهم معهم مصاري زياده بتفاجئوا انه عم يشتروا معهم 30000 او 40000 ليره فيهم يشتروا غرض فيها. تقريبا 100 أو 50 ما بيعملوا شيء بس بشتري وحدة في بسكوت اسمها ويف أب بشتريها وكمان بطاطا سيتوس على جبنة وأمرار بجيب شيء هو كمان بسكوت اسمه بريك البريك الأصبع شوي طويل هيك حقه 20000 الماستر حقه شي 40000 أما الويف أب كمان 20. أنا ليه بتكون مع اللي يشتري أني اللي يشتري بونجيسي ولوح شوكولاتة بيض على لي 30000 ليرة أقل بونجيس حقه 12000 ليرة ولوح شوكولاتة ب 15 أو 17000 30000 ليرة 12000 شوف كم حبة بقلبه 5 حبات ولا هيدا ب 20000 شوف كم حبة في قلبه 20000 هيدا الله قالها كفى